شوف 37000 71000 جايبين. السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ في البداية كل الله وصلى على النبي، اللهم صل وسلم عليك يا نبي. رجعت لكم اليوم بجلتش جديد. صراحة الجلتش هذا مرة تمام، أعطاني 130 ألف إكس بي، يعني تقريبا حول الفلين. تمام، في البداية نضغط مربع ونروح إلى رمز الجزيرة. هذا رمز الجزيرة الظاهر أمامكم. طيب أول ما حيبدأ الجيم هيجيبنا هنا، شايفين هذه؟ تيجي هناك إلينا الأخير، هنا في الأخير هذه تبني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. شايفين ايش مكتوب؟ تفاعل. تضغط عليها وبعدين تكمل. طيب الين ما يقفل معك، شايفين؟ طيب ترجع شوية تمسك وتطلق هنا. هذا هو الليفل 9 18 8 7. طيب ظلك مستمر، يعني كل ما طلقت حيديك اكس بي. طيب اكس بي بعد كده تبني هنا، شايفين؟ هنا بالضبط تبني 1 2، بعدين تيجي هنا تبني 1 2 3، وتوقف هنا وتطلع. شوف 37000 71000، شايفين؟ هذا الليفل الثاني. كده وقف معاك تمام. طيب ترجع هنا ثاني، ويظل يعطيك اكس بي. يعني لما تحس ان الاكس بي مره يعني صار قليل، تخرج من الجيم وارجع حاول ثاني مره، هيعطيك اكس بي مره كثير. ومن حساب لحساب اختلف، زي ما فهمتكم من حساب لحساب اختلف. انا اعطاني ممكن 71000، ممكن انت يعطيك 80، ممكن 100، ممكن اقل، حسب انك انت حركت اكس بي او لا. تمام، ان شاء الله يكون الجلتش عجبكم، وحاولوا تنشروه في كل مكان عشان الكل يستفيد. كده وصلنا لنهايه مقطعنا. اتمنى اي شخص ما اشترك في قناتي يشترك في قناتي، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس، لا تنسوا استخدام كود الايتم شوب X2X2، واهم شيء لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك، وان شاء الله تجربوا مقطع اخر. وفي امان الله.